جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. له سؤال ثاني يقول: جدي متوفى وعنده أرض وله بنتان أمي وخالتي وليس له ذكور، وأخذ هذه الأرض ابن أخيه وقال لهم لا حق لكم فيها، أفتونا بذلك مأجورين؟ إذا كان الواقع ما ذكر فإن للبنتين الثلثان ولابن أخيه الباقي تعصيب، ليس له إلا الباقي والثلثان للبنتين. قوله تعالى إن كانت، قوله تعالى إن كن نساء أو اثنتين يعني البنات فلهن ثلثا ما ترك، أي إن كن فوق اثنتين يعني اثنتين، إن كن اثنتين، وكلمة فوق هذه لا مفهوم لها كما قرر ذلك المفسرون، فإذا كانت البنات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مثل الأختين، قال جل وعلا في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إذا كانت الأختان تأخذ الثلثين فالبنات من باب أولى البنتان، فتكون كلمة فوق لا مفهوم لها، أو أن الله أو أن المراد والله أعلم أنه ليس لهن إلا الثلثين ولو زاد العدد فوق الثنتين ولو زاد إلى أكثر من 10 أو 20. نعم.